افتتحت محافظة دير الزور فعاليات مهرجان التسوق العودة للمدرسة 2024 الذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة وفرع المؤسسة السورية للتجارة، وذلك ضمن احتفالية ذكرى كسر الحصار عن مدينة دير الزور وبمناسبة اقتراب افتتاح المدارس. بمشاركة فعاليات تجارية محلية وعدد من شركات ومؤسسات القطاع العام، انطلقت في ساحة السيد الرئيس وسط مدينة دير الزور فعاليات مهرجان دير الزور للتسوق تحت عنوان العودة إلى المدرسة. بمناسبة قدوم العام الدراسي قامت محافظة دير الزور بالتعاون مع غرفة تجارة دير الزور والسورية للتجارة بإقامة مهرجان العودة إلى المدرسة، حيث يضم هذا المهرجان أكثر من 30 فعالية تجارية ما بين قطاع عام وقطاع خاص. يحتوي هذا المهرجان جميع متطلبات الطالب والمستلزمات المدرسية والمواد المتوفرة بنوعية ممتازة. تم تخصيص جناح كبير لفرع السورية للتجارة بدير الزور يحتوي على مواد القرطاسية، وهناك إقبال كبير، الأسعار مناسبة ومنافسة للسوق، بالإضافة إلى قسم خاص بالمواد الغذائية يحتوي على مواد غذائية أيضا أسعارها منافسة بالمقارنة مع السوق وتلبي احتياجات المواطنين. المواطنون بدورهم أكدوا أن مثل هذه الفعاليات تؤمن لهم موادهم الأساسية بأسعار مخفضة، خاصة مع اقتراب افتتاح المدارس، لافتين إلى أن المهرجان يعبر عن حالة التعافي التي تعيشها محافظة دير الزور. أسعار بالسورية التجارة حسنة ممتازة. اشترينا دفاتر، قلم، قلم لوح، شنطة، قرطاسية، يعني قرطاسية كاملة. كل شيء موجود ومتوفر وبالعربي يعني فرق عن السوق، يعني السوق الحرة والمحلات اللي بعض المحلات وبعض المناطق لا أسعار مناسبة وتسوقنا والناس كلها مبسوطة. المهرجان وغيره من الفعاليات التي تتضمن تخفيض الأسعار وتوفير مستلزمات الأسرة التي تعيش ظروفا صعبة تلقى ترحيبا من الأهالي سعيا لتأمين كافة احتياجاتهم.